مساكم الله بالخير. لما تشيلون شعر الوجه ممكن يزيد الشعر، لكن هذه مو المشكلة الوحيدة من إزالة شعر الوجه. في مشاكل ثانية اللي هو مثل الحبوب ومثل التصبغات. ففي حبوب، في تصبغات، في زيادة في شعر الوجه لما نشيل الشعر. طبعا في طرق بالمقابل هذه المشاكل. في طرق، الطرق هي المختلفة، سواء كان واكس، سواء كان خيط، سواء كان موس، سواء كان ليزر. كل طريقة لها يعني ضرر أو سايد افكت معين أو مشكلة معينة. في بعضهم تطلع حبوب، بعضهم تصبغات، بعضهم يزيد الشعر. الطريقة الوحيدة اللي يزيد الشعر صراحة هي الليزر بسبب الحرارة. لما تشيلون شعر الوجه في الليزر، الحرارة تسبب زيادة في شعر الوجه، وهي الطريقة الوحيدة اللي تزيد شعر الوجه لما نزيله اللي هو الليزر. فلذلك كل واحد يشوف شنو المشكلة من إزالة شعر الوجه اللي ضايقة أكثر شيء. هل الحبوب تضايقكم أكثر شيء؟ تصبغات تضايقكم أكثر شيء؟ أو تكون زيادة الشعر هي المشكلة أو الشيء اللي يضايقكم أكثر شيء؟ إذا كان زيادة الشعر بعد الإزالة هو أكثر شيء يضايقكم، أنصحكم تبتعدون عن الليزر، خاصة إذا كان الشعر في الوجه وبري. أنا بصراحة شخصيا أظن أكثر مش أكبر مشكلة هي التصبغات والحبوب. أما الزيادة في الشعر بالنسبة لي أشوف أنه شيء عادي، لكن كل واحد يختار الطريقة اللي يناسبها. إذا كان مرة ثانية زيادة الشعر بعد الإزالة هو أكثر شيء يضايقكم، بعد عن الليزر.